السلام عليكم إلى موجز الأخبار من قناة الشروق. يبدأ الرئيس الجديد إدريس ديبي زيارة رسمية للبلاد، يجري خلالها مباحثات مع نظيره عمر البشير بالقصر الجمهوري، وتركز المباحثات على دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات بجانب تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات المشتركة بين البلدين. وتمثل زيارة ديبي للبلاد الثانية له للخرطوم خلال هذا العام. أدى القسم أمام رئيس الجمهورية كل من صديق عامر حسين وزير لوزارة ديوان الحكم الاتحادي، أبو هريرة حسين وزير للشباب والرياضة، روض الحاج وزير للثقافة والسياحة والآثار. ودعا وزير الشباب والرياضة أبو هريرة حسين الشباب بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية للتنادي لبناء وطن يسعى الجميع. جدد النائب الأول لرئيس الجمهورية الثقة في الدفاع الشعبي، ووجه خلال ختام ملتقى التدريب والعمليات إلى إعداد العدة لمقابلة تحديات المرحلة وتجهيز كتائب الإسناد المدني لخدمة المجتمع والتصدي لأي عمل معادي، مؤكدا أهمية التدريب ودوره في بناء القدرات وتعزيز الثقة بالنفس وصقل المهارات. واصلت الهيئة التشريعية القومية مداولاتها حول خطاب رئيس الجمهورية، وقال أعضاء الهيئة إن الخطاب ركز على تحقيق السلام والعدالة ومعالجة قضايا الشباب، وطلب أعضاء الهيئة بضرورة تبني رؤية واضحة لمحاربة الفساد واستكمال حلقات الحوار الوطني. أعلنت الحكومة اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لإقامة المؤتمر العالمي للصمغ العربي بالخرطوم مطلع مايو المقبل. وقال مقرر لجنة تسيير المؤتمر إن المؤتمر ستشارك فيه الدول المستوردة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الآسيوية، بالإضافة إلى الدول الإفريقية المنتجة للصمغ العربي وعددها 16 دولة. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.